في إطار محاربة ظاهرة نقل وترويج الأقراص المهلوسة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت على إثر معلومات مؤكدة في 4 عمليات منفصلة من حجز كمية تقدر ب1000 قرص مهلوس نوع إكستازي، فيما تم توقيف 4 أشخاص بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 29,000 دينار جزائري كعائدات إجرامية. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn.